بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه من كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل. الله سبحانه وتعالى تختلف معادلاته عن معادلاتنا. الله عز وجل ضمن معادلاته يعطي شيئا لا يمكن أن يخطر على بال بشر بعمل بسيط، بنية بسيطة متواضعة. الإنسان حينما يعطي فقيرا بضع ريالات أو بضع دراهم بنية مخلصة لله عز وجل، فإن هذا العطاء عند الله عز وجل العطاء العظيم. من يعطي باليد القصيرة يعطى باليد الطويلة كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. المهم في معادلات السماء هو القلب. المهم في معادلات الله عز وجل ما هي نيتك حينما تبدأ بالعمل. لذلك هذا يفتح لنا بوابة الأمل. نحن في كل ممارساتنا لا نستطيع أن نبذل الجهد الأقصى في عبادة الله وهو يستحق ذلك، لكننا ننشغل ذات اليمين وذات الشمال وننشغل بأهداف مختلفة. الله عز وجل يقول لك لا تتعب نفسك كثيرا، اقبل علي بقلبك، امتنع عن غيري، اقبل علي بعبادتك القليلة وامتنع عن معصيتي، حينها سوف أعطيك كل ما تريد. أنا لا أريد منك جهدا كبيرا ولا خطوات متسارعة، أريد منك برقة وبحماس وبمسؤولية أن تعيش حالة الإقبال على الله، حينها سوف تعطيك السماء أكثر مما تتوقع. أنت حينما تقبل على الله خطوة سوف يقبل الله عليك خطوات. ما أروع هذه المعادلة، بل هناك أرقى من هذه المعادلة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفزك لما هو أرقى، بعد أن قال عليه السلام يا من يعطي الكثير بالقليل، قال يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه تحننا منه ورحمة. الله سبحانه وتعالى برحمته الرحمانية الرحمة الواسعة يشمل كل ذرات هذا الوجود بلطفه، لكنك أيها العبد عليك أن تستبق الخير، أنت تعلم بأن الله يعطي الجميع من دون أي خطوة يقدمونها للأمام. هو يخاف عليهم أكثر من خوفهم على أنفسهم، لكنك إذا أردت شيئا من الرحمة الرحيمية فعليك أن تخطو خطوات نحو الله، كل خطوة يقابلها إقبال لا محدود من ساحة السماء. نسألكم الدعاء.